صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك. معكم غيدة جبيلي وربيع دعوق من أمام قصر العدل اللي عم يشهد بهيدي الأثناء أجواء من التوتر، وذلك خلال وقفة لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت. هنا إشعال للإطارات يحصل الآن من قبل الأهالي أشقاء الضحايا الذين سقطوا في الرابع من آب، والذين يعني لا يزالون يبحثون عن الحقيقة، حقيقة من قتل أبنائهم. منشير إلى أنه تم يعني إفراغ أو إقفال البوابة الرئيسية أمام قصر العدل من قبل القوى الأمنية، وذلك يعني لا تحضيرا أو تحسبا لأي تصعيد، وبالفعل حصل هذا التصعيد. هنا بدنا نشير إلى أنه هاي مش الأول مرة يعني بيتم فيها إحراق الإطارات على البوابة الرئيسية. هي رسالة للقضاء هيدي رسالة واضحة بهيدي الأثناء للقضاء اللبناني اليوم، اللي ما عم يسمح بحسب تعبير الأهالي للمحقق العدلي بمتابعة هذه القضية. الدخان الأسود عم يتصاعد بهيدي الأثناء على البوابة الرئيسية لقصر العدل. يعني بالمرة الماضية كان في دولابين أو ثلاثة، اليوم الواضح بأنه في إصرار على التصعيد أكثر وأكثر. عم نشوف يعني عدد لا بأس فيه من الدواليب موجود على البوابة. المرة الماضية تخطى الحريق البوابة، ويعني كنا عم نشوفه من بعض الأشجار اللي حتى داخل قصر العدل احترقت. اليوم يبدو بأنه سيتم الاكتفاء بالحرق هنا أمام البوابة الرئيسية. عم نشوف اليافطة اللي ماسكينا أو مسكها أحد الأشخاص هنا، اللي دائما بينزل تضامنا مع أهالي الضحايا. مكتوب على هذه اللافتة: أيها القضاء، تعلموا من القضاء الفرنسي كيف يحاكم. يعني فعلا عم نشوف بأنه تحولت محيط قصر العدل بهيدا الأثناء. كله الدخان الأسود عم يتصاعد، نشوف غيمة سودة كبيرة جدا. يعني خلينا اخذ بعض المقابلات. خليك انت ربيع على الصوره قدام، لانه الواضح هذيك المره كان في دواليب ولكن قليله نسبه للي عم نشوفه اليوم. كل اسبوع رح تنزلوا وتصعدوا من امام قصر العدل؟ اكيد اكيد. ما نحن حاولنا اول شيء نحكي وبدون حرق وبدون كذا، ما حدا عم يرد علينا. نحن بهمنا التحقيق يمشي مين ما كان، بس بهمنا التحقيق يمشي وقاضي بيطار يرجع ياخذ مجراه بالقضيه. طب قضيتنا موقفة، ليش موقفة؟ ليش فاتحينها للعدلية لكان يسكروها؟ إذا قضيتنا ما مشيت يسكروا العدلية وخلص، كل واحد عباته يروحوا وكل واحد حقه بياخده بإيده. أما هلأ هيك التصعيد، وبعد لسه تصعيد أكتر من هيك. قدرتوا تتواصلوا بالفترة الأخيرة مع القاضي طارق البيطار ولا لا؟ يعني ما قدرتوا ولا حتى تعرفوا شو؟ نحن ما عندنا مكتب الادعاء، هو اللي بيحكي بقاضي بيطار أكيد، وهو ببلغه شو بيصير. بس نحن لحد هلأ ما شايفين شيء أنه في شيء جديد للقضية، مشان هيك عم نتحرك على الأرض، مشان ما حدا ينساها قضيتنا، لأنه ما بتنتسى قضيتنا، قضية البلد كلها. سمعتكم ومنتمنى من اللبنانية كلها ينزلوا يساعدونا، لأنه مش قضيتنا بس وقضية ابني وابنه، بل قضية البلد كلها هيدي. إذا ما انحلت قضية المرفأ ما رح تنحل قضية البلد. بس
سمعنا عم بتقولوا لحظة إشعال الإطارات والنار عم يتصاعد من أمام قصر العدل. قلتوا سمعنا أحد الأهالي عم بقول هيك احترقوا أولادنا. يعني اليوم ما في أسف على هيدا الحريق، اليوم الرسالة واضحة للقضاء اللبناني بأنه اليوم تم أولادكم احترقوا بنفس الطريقة يعني. صحيح. كمان صحيح. للأسف طبعا. صحيح للأسف يعني فوج الأطفال بعده لحد هلأ اللحن تبعهم ملزق بالأهراءات. اللي عم يحكي الوزير بده يشيل الأهراءات بعده لحد هلأ، لا تحقيق ماشي ولا شيء. عم بده يمحوا أثار الجريمة تعيتهم يعني؟ على أي أساس بده يشيلوا الأهراءات؟ خلي الأهراءات لحتى يخلصوا التحقيقات وكل واحد ياخد حقه بهالبلد هيدي. شكرا لك والد الضحية والشهيد أحمد قعدان، شهيد تفجير مرفأ بيروت. شباب يعني للأسف قتلت بهيدا اليوم المشؤوم بتاريخ لبنان، هو الانفجار الأضخم. يعني بعد عم نشوف كمية الدخان اللي عم يتصاعد، وحتى يعني حتى لون البوابة أصبح أسود بشكل كبير جدا. اليوم الرسالة واضحة للقضاء اللبناني لتحريك هذا الملف المتوقف. كيفك تمام؟ الرسالة اليوم للقضاء اللبناني، الرسالة للقضاء اللبناني شو جايين تقولوا لهم اليوم؟ أول شيء جايين كرمال لأنه القاضي موقفين عن التحقيق وكل شيء واقف بالقضية، لهم كذا شهر واقفين ذات المطرح، ولا ندولي بهالمرة، تاني مرة بيكون في شيء أكتر، كل مرة رح نرجع نزيد كرمال يرجع يمشي الملف. يعني نحن ما بننبسط ننزل على الطرقات، بس هني هيك عم يجبرونا نعمل لأنه ما في شيء بيمشي بهالبلد. وقصر العدل لا شو هو كرمال يمشي التحقيق، إذا ما بده يحققوا ما بده يمشوا التحقيق، يسكروا قصر العدل أو يعملوا شي سوبر ماركت شي شغلة يبيعوا فيه شي أشرف. للأسف شكرا لك. الواضح بأنه حيكون في تصعيد كل أسبوع، أسبوعيا رح يكون في تصعيد من قبل الأهالي وضحايا انفجار، أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت اللي اليوم مصرين على التصعيد بظل يعني الملف المتوقف. اليوم التحقيق متوقف، تم كف يد القاضي طارق البطار. ونحب نذكر أيضا بأنه تم الإفراج عن كل الموقوفين بهيدي القضية وهيدا الملف. هيدا المسألة أثارت غضب الأهالي، يعني كانوا عم بيقولوا أنه اللي مظلوم يخرج واللي اليوم ثبت عليه أي اتهام يبقى داخل الحبس حتى ينتهي الملف، بيعتبروا بأنه خروج وهي عودة لمسار التحقيق إلى الصفر. بالوقت اللي كان عم بيقول فيه القاضي طارق البطار بأنه تخطى نسبة كبيرة من التحقيقات اكتملت وهذا الملف أصبح على بخواتيمه، وكنا عم نشوف الاستدعاءات الأخيرة، طلب الاستماع إلى غازيز عايتر إلى علي حسن خليل وغيرهم من الوزراء والنواب الذين لم يحضروا إلى التحقيق، وبالتالي من خلال الدعاوى كمية الدعاوى الكبيرة اللي رفعت ضد طارق البيطار تمكنت السياسي أو التدخل السياسي إذا صح التعبير بهذه القضية بكف يد القاضي طارق البيطار عن هيدا الملف. نحن لكل اللي عم بفوتوا معنا أو عم يحضروا هذا البث المباشر بهيدي الأثناء من أمام قصر العدل في بيروت، فينا نقول بأنه تم إحراق البوابة الرئيسية. رسالة واضحة للقضاء اللبناني اللي اليوم سمح للتدخلات السياسية بأن توقف التحقيق. تحقيق اليوم مش أي تحقيق ومش أي ملف، هو ملف انفجار مرفأ بيروت اللي سقط خلاله قتلى وضحايا لبنانيين
منهم من فوج الإطفاء ومنهم مدنيين شاء القدر بأنه يكونوا عم يسلكوا هذا الطريق. نحكي عن أطفال، عم نحكي عن نساء، نحكي عن شباب ورجال. خلينا نشوف ويليام. ويليام ويليام ممكن خلينا ننطر ل بيتر. بيتر الواضح بأنه ما في مجال للتراجع عن التصعيد، حنكون أمام إشعال الإطارات أسبوعيا أو ممكن أنه هذه الوتيرة تتصاعد. والله مش معرف وين حنوصل نحن وياهم، هلا بعدنا مكتفين بهيك. يعني برجع بقول لك كسرنا العدلية من قبل بمرتين وملعناها قبل بمرة، ما عم يفهموا. إن شاء الله ما نضطر ننزلها للعدلية على الأرض. بدنا نوصل يمشي التحقيق، التحقيق بده يمشي، بدنا يرجع الملف يشتغل، هيدا كل مطلبنا. يمكن يصير كل يوم مش كل جمعة، نحنا خلص مثل ما بيقولوا ما بقى عنا قدرة نتحمل، بدنا تحقيق يمشي، بدنا نعرف مين قتل الشباب. شوية دخان ونار ما بيأثر، إخواتنا ولعوا بذات الطريقة. اليوم واضح انه السياسه تمكنت من يعني تجميد الملف وتوقيفه. برايك كمان يعني هيدا استراتيجيه اليوم لا حتى الناس تنسى انفجار المرفأ؟ اكيد عم بيعولوا على زهقكم او تعبكم. صح، نحن ما رح نتعب اكيد، ما يعولوا على هالشيء لان هيدا اخر شيء بنعرفه والتعب. بس مثل ما انه كمان عم يشتغلوا بالسياسه، نحن عم نجرب كل الطرق لنقدر نكمل هالتحقيق، وهيدا اللي رح نضل نعمله. لا التحقيق يمشي ونعرف مين قتل الشباب، هو ضحايا مش هو قتلون، بدنا نعرف مين قتل اخواته وخيه ورالف وجو وكلهم، بدنا نعرف مين قتلهم، بدنا التحقيق يمشي ونعرف مين قتلهم للشباب. شكرا لك ويليام. فاذا كنا عم نستمع لبيتر نون الشقيق الضحايا انفجار مرفأ بيروت. لا يزال الحريق مشتعل هنا على البوابة الرئيسية أمام قصر العدل. هذه خطوة تصعيدية اليوم عم بيقوم فيها الأهالي، هم كانوا قد جالوا على منزل وزير العدل سابقا، على بعض الوزراء اللي المعنيين أو المتهمين في هذه القضية كانوا قد تمكنوا بهذا الأثناء. يتم إخماد الحريق من قبل القوى الأمنية. أخمدوا الحريق، فإذا لم يكن هناك تدخل من قوة مكافحة الشغب موجودة بالداخل. تم السماح لأهالي الضحايا بإشعال الإطارات، ولكن بعد وقت يعني مثل ما شفنا بالصورة تمكنت قوة مكافحة تمكنت القوى الأمنية اللي عادة بتكون متواجدة أمام قصر العدل من إخماد هذا الحريق. عم نشوف هيدي الصورة المعبرة في يافطة مكتوب عليها العدالة لأحد المشاركين بهيدي الوقفة هنا المتضامنين مع أهالي الضحايا. عم نشوف بأنه وضعت على النيران المشتعلة وتم إحراق هيدي الورقة. بيعتبروا اليوم بأنه العدالة بلبنان للأسف ما عم توصل لأي نتيجة، لم تتحقق العدالة في هذا الملف وغيره من الملفات الكبيرة في هذا البلد. ويليام ويليام تعليق صغير اليوم عم نشوف بأنه
تم إخماد هيدا الحريق اليوم، هل سيتمكنون من إخماد النار اللي جواتكم والتصعيد؟ هلا صراحة نحن معروف وقفتنا مش قديش بيمتد الحريق وقت، ما وقفتنا نذكر مشكلة الأعلى ونوعي على دوره إنه يبت وضع تحقيق المرفق. نحن عم نسجل موقف هون، فينا نسجل موقف جوا، فينا نسجل موقف في الإعلام، بس الهدف إنه يوصل رسالة في قضاة واجباتهم يشتغلوا ويبتوا وضع القاضي بيطار، مش عم نقله القاضي بيطار إذا هو وضعه مش سليم ومش قانوني يقعدوا ببيته، إذا وضعه قانوني يكفي شغله، لنعرف نحن وضع تحقيق مرفق بيروت وين صار، وإذا القضاء بده يكفي، إذا مش قادر يكفي يقول أنا مش قادر بكل بساطة، هيك الهدف. نجحت السياسة اليوم بكف يد القاضي طارق البيطار، شو آخر المعطيات اللي عم بيقولها مكتب الإدعاء بهذا؟ مكتب الإدعاء بعتقد عم يشتغل بطريقة شوية متكتمة حتى نحن الأهل المشكلة متواصل معهم، بعتقد إنه نجحت سياسة بمطرح تجرب تزهق الناس انه يطالبوا، بس نحن وجودنا هون بأكد انه نحن مش زهقنين، عم نحضر للذكرى الثالثة بطريقة كثير منظمة بأهداف ومطالب معروفة، مين بيحب يشارك اهلا وسهلا، لازم كل لبنان ينزل يشارك، هذا قضية وطنية لا سياسية ولا طائفية، كل الناس ماتوا بأربع آب، بس طلع التحقيق بيطلع لكل الناس، ولا حدا يجي يقسم تحقيق أربع آب، في أهل يمكن بيسابوا أيام من هون أو من هون، الأكثرية هذا لبنان، بس المطلب أربع آب تحقيق أربع آب لكل الناس. سوري. شكرا لك ويليام. خلينا نشوف ما إذا كان سيكون هناك تصعيد أو توجه ل حنا ويليام. مين هلو كان الأهالي عم بيقولوا بأنه القوى الأمنية دقت لفوج الإطفاء ليحضر ويطفي الحريق هون أمام قصر العدل، فكان الجواب بأنه نحن دقوا لنا ولكن ما رح ننزل نطفي تضامنا معكم. عم نشوف بهيدي الأثناء يعني الإطفائية جايبين على فوج الإطفاء ليطفوا الحريق قدام، وهن العناصر بالطفية يعني عزبون وإجوا، اما جابوهم فوج الاطفاء على الانفجار لحتى يروحون لحتى يذبحوهم هني، وبيعرفوا انه في نطراب وما بلغوهم انه في نطراب، لحتى بعد لحد هلا اللحم تبعهم منزق بالحيطان هنيكي باهراءات بيروت، يروحوا يشموا قبل ما يشيلوا الاهراءات. للاسف نشوف وقف بنص الطريق الاطفائيه، أهم ما قاله اليوم ويليام قال بأنه يتم التحضير لوقفة بالذكرى ذكرى أربعة آب بطريقة منظمة، ودعا كل اللبنانيين لينزلوا معهم ويتضامنوا بالتحرك والخطة اللي واضعينها، وهذه الخطة هي اللي طبعا تحريك القضاء اللبناني في ملف انفجار مرفأ بيروت. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك، هذه كانت الأجواء من أمام قصر العدل، نحن أكيد رح نعود لكم ببث مباشر في حال حصول أي جديد من هنا. كانت معكم غيدة جبيلي وربيع دعوك، شكرا لحسن المتابعة.